والله حبيبتي وحشتيني وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني وحشتنا عليك يا اخي. صحيح صحيح وحشتك. يعني بتفكري فيا وانا غايب؟ نفس السؤال كل ما تسافر وتيجي تقول نفس الكلام. انت ليه ما بتصدقنيش يا اخي؟ مش عارف. وانا مش عارف اقول لك ايه بقى اكتر من كده. بس انا ابن خالتك ومن حق اعرف بتحبيني ولا لا. وانت بتحبني يا فؤاد؟ انت عارفه اني بحبك. عارفه كده من زمان يا فاطمه، من قبل ما قبل ما اتجوز يا سيدي. عارفه بس لو كنت بتحبيني ما كنتش اتجوزتي. حصل يا سيدي واديني اتطلقت. هتقعد تنق كده كل شويه؟ خد امسك. على العموم اول ما نتجوز هبطل نق، وانا كمان طبعت كروت الفرح هي، والجواز الخميس الجاي ان شاء الله. ربنا يخليك ليا يا فؤاد. انا شايل لك في قلبي حب الدنيا كلها. وانا ربنا يقدرني واسعدك ويسترها معاك. ايامي فين؟ خارج.